وكأن معاناة اللجوء التي سلبته أحلام طفولته لم تكفه حتى يسري السرطان في دمه ويفتك بجسده. وحده خاله يصطحبه من طرابلس إلى بيروت مستجديا الأطباء والمستشفيات. فعبودي ابن الخمس سنوات يعيش بعيدا عن والده الذي أجبرته الظروف على البقاء في سوريا. وقبل شهرين ظهرت أعراض سرطان الدم عليه، فلم تترك والدته بابا إلا وطرقته كي تبدأ علاجه بالدين الذي أهلك العائلة. نطلب أول شيء الله يشفينا، يا أهم شيء بإذن الله. والله بتعرف أنت الوضع يعني شوي صعب، شوي الوضع المادي كعلاج كمساعدة بس. يمضي عبودي أيامه بين العيادات وعلى أسرة المستشفيات لمحاربة سرطان الدم. بكرة بنروح على المستشفى نتعالج لنكبر ونصح، مش هيك اتفقنا؟ بدنا نصح ونكبر إن شاء الله بإذن الله. الشفاء من هذا المرض ممكن، ولكن علاجه يحتاج أعواما ومتابعة طبية تستوجب الكثير من المال. الإعياء والتعب والأحوال الاجتماعية والصحية التي يعاني منها عبودي نجحت في رسم خطوط الحزن على وجهه، رغم أن أعوامه القليلة لا تسمح له بمعرفة الكثير عن حالته. أنت موجوع هلأ؟ موجوع؟ يوجعك شيء أمو؟ بلشنا له بالعلاج الكيميائي هو المطلوب، وخلص أول مرحلة اللي هي 40 يوم، وطبعا هلا بده يبلش بالمرحلة الثانية. هذا مرض يعني مرض سرطاني ما في ينترك، هذا بده علاج. وطبعا عند الأطفال يعني بتعرف انه العلاج الكيميائي علاج شوي قاسي ومكلف، لأنه بده ياخذ فترة طويلة من الزمن. بس الشق الإيجابي والشق المنيح انه هذه نسبة الشفاء عند هدول الأطفال توصل لل 80 أو 85%. ما عنا تمويل كافي نقدر نغطي كل احتياجات النازحين السوريين بلبنان، خاصة على مستوى الرعاية الصحية الثانوية والثلاثية اللي هي بيقع تحت السرطان. اليوم عم نغطي الأشخاص الأكثر حاجة. عائلة عبودي وافقت على تصوير حالة ابنها أملا في إيجاد فاعل خير يتكفل بعلاجه، بعد أن رفضت مفوضية اللاجئين والجمعيات الإغاثية مساعدته نظرا لتكلفة العلاج. غنوة يتيم، العربية، بيروت.